مين اللي كان معروض على الاهلي والزمالك؟ بص يا كابتن، الاهلي والزمالك دول اتعرض عليهم اكتر من لعيب، وكل يعني كل اللعيبه اللي اتعرضت علينا عدوا. واحد زي فيكتور اوسمن اتعرض على الاهلي والزمالك ومكسر الدنيا في نابولي ومع منتخب اتعرض عليهم قد ايه؟ اتعرض عليهم سنه 2017، كان ايمانويل اومونكي وقتها هو اللي اكتشفه في الوقت ده، واتعرض على الاهلي والزمالك وبنرفض لعيبه يعني اوباميانج اتعرض على الاهلي والزمالك وغيرهم وغيرهم. انا هديك بقى مثال كمان يا كابتن على لعيب اتعرض على الاهلي والزمالك، واللاعب ده يعني انا شاهد على القصه دي كلها. في لاعب اسمه فارس بيمي، الناس كلها ممكن ما تكونش عارفاه، ويمكن انا اتكلمت مع حضرتك عليه قبل كده في حلقه من الحلقات. فارس بيمي مضى النهارده لمارسيليا. فارس بيمي ده كان بيلعب في اكاديميه صغيره في الكاميرون، وكانت كريستال بالاس بيدوروا على نجوم ومواهب ومش لاقين. جه في اخر يوم شافوه قال لك احنا عايزين اللعيب ده. قبل ما يروح، هو اللاعب اللي امامنا على الشاشه ده فارس بيمي، وده تحديدا كان في سنه 2017، ودوه نادي في امريكا. بعد ما راح النادي اللي في امريكا ده نقلوه النرويج، النهارده بيوقع مع كريستال بالاس، قبل بيوقع مع مارسيليا. قبل ما ينتقل الى النرويج تعرض على الاهلي والزمالك وتم رفضه من جانب الاهلي والزمالك، واصبح النهارده واحد من اهم الاعمده الاساسيه في منتخب الكاميرون. علي معلول، يعني علي معلول يظل لاعب كبير صاحب خبره، يعني هو بيرسيتاو اليو ديانج. الاهلي عنده مفاتيح كتير او لعيبه كتير، كل صفقات الاهلي موجوده، يعني الاجنبيه بتلعب في بطوله الامم الافريقيه ولاعيبه مؤثره، ولكن من ضمن اللعيبه المؤثره دي كلها اهمها واللي بيتالق في الوقت الحالي هو بيرسيتاو. وبعد التالق كمان بتاع لقاء النهارده، منتخب جنوب افريقيا قدم لقاء بيورينا ان هو مستواه اتغير تماما عن اللقاء الماضي. توقعاتك الماتش بكره؟ ان شاء الله، يعني ان شاء الله منتخب مصر ماتش مش سهل. يظل منتخب كاب فيردي منتخب قوي، ولكن منتخب مصر هو اللي مش في مستواه. منتخب مصر في مستواه نقدر نغلب كاب فيردي. سبحان مغير الاحوال، يعني سبحان منتخب كاب فيردي مباراه ليست بالسهل، ولكن ان شاء الله باذن الله منتخبنا يعبر بكره.